لا لو عرفت كان لك مباشره. اهلا وسهلا سؤال اهو. اهلا وسهلا طبعا مدى سنان طبعا فاكرك اهلا وسهلا الله يخليك كمان تشكر انك جيت. لا ازاي ده احنا دعيين احنا دعيين انا عارف انا عارف. سلام عليكم. على فكره سعيد بوجود حضرتك في الميدان. انا فرد مشوار انا هسافر انا ورا ما حدش سلام ان شاء الله فدعي لي والله. سعيد يا استاذ كمان انا عاوز حضرتك يا استاذ كمان يا استاذ كمان انا واحد اسلمك. ده قناه شبكه القناة الاخباريه. سعد اهلا وسهلا. النهارده حضرتك نازل بصفه شخصيه ولا بصفه الحزب؟ لا ده الحزب اللي داعي. احنا حزب الوسط هو اللي داعي اليوم. المطالب يا دكتور اهم المطالب. مطالب جدول زمن تسليم السلطه والغاء حاله الطوارئ والغاء حاله المدنيين وتعديل نظام الاجور والمرتبات. كل مطالب الناس العداله الاجتماعيه والحريه الاثنين لازم يكملوا ان شاء الله. معظم التيارات السياسيه والاسلاميه خاصه لا بتنزل لماذا؟ والله اسالهم. احنا شعرنا بقلق واحنا ضميرنا حركنا انه في قلق على ما يجري فدعونا للنزول ونزلنا. شايف حضرتك اهم المطالب ايه؟ انا قلت حركه اهم المطالب جدول زمني تسليم السلطه لحكومه منتخب ورئيس منتخب والغاء الطوارئ وتطبيق العداله الاجتماعيه بتحديد نظام الاجور بالنسبه للفئات الكثيره اللي اضيرت او ان ظروفها الاجتماعيه صعبه تحتاج لحل. دي القضايا اهم طبعا بالغاء المحاكمات المدنيه من محاكم عسكريه تطهير النظام من بقايا النظام السابق تطهير الدوله من بقايا النظام السابق اعتقد اهم مطالبنا. قانون الانتخابات. قانون انتخابات الاحزاب مجتمع على انه في نقطتين محتاجين تغيير. النقطه الاولى متعلقه بالماده 5 اللي بتحرم الاحزاب من الترشيح. حاجه ثانيه لابد من صدور قانون العزل ابعاد الفلول اللي افسدت الحياه السياسيه 30 عاما عن المشاركه. تعليقك على الموافقه على الحزب لحسام بدراوي. هو مش بس حزب حسام بدراوي الاحزاب السبعه ولا الثمانيه بتاعه الفلول اللي طلعوها لنا دي يعني هو قانون العزل هيريحنا من الوجوه دي كلها. شكرا دكتور. شكرا لك. السلام عليكم. حضرتك النهارده شايف ايه الجمعه خاصه معظم الطيارات لم تشارك فيها؟ بسم الله والحمد لله. جمعه عظيمه وممكن ان يمثل الحق شخص واحد. لو شخص واحد مسلم او مسيحي او ليبرالي او علماني او اسلامي وقف يعبر عن الحق في ميدان التحرير سنكون مدينين له ونعترف بهذا الحق. يعني ليس بالضرورة الحق يكون مع الأكثرية ولا مع الأغلبية. وأنا متوقع أن بعد الصلاة وبعد العصر إن شاء الله سترى الملايين ليس فقط في القاهرة ميدان التحرير إنما في كل ميادين مصر. لأن ثورة استرجاع الثورة أو استرداد الثورة أو إحياء الثورة جمعة عظيمة جدا يجب أن تكون منطلقا جديدا لإلغاء كل القوانين الاستثنائية وقوانين الطوارئ وكل ما اتخذه المجلس العسكري أو الحكومة من إجراءات لا تتفق مع أهداف الثورة يجب أن تنتهي اليوم إن شاء الله. دكتور هل ترى لحضرتك التاريخ يعيد نفسه من ثورة 52؟ الدنيا بتتطور. لا يمكن نتكلم على 2010 أو 2011 بنفس المنطق اللي حصل سنة 1952 ولا 1954. لا نتكلم عن كلمة للذين لم الطائرات التي لم تنزل اليوم كنصيحة. خسروا كثيرا أنهم لم ينزلوا إلى الميدان ويلتحموا بهذا الشعب. الذي يفصل نفسه عن الشعب يخسر والتاريخ يرصد. إن لم يكن التاريخ في مصر فالتاريخ في العالم كله يرصد. وكل هؤلاء الذين لم ينزلوا اليوم هم من أوائل المستفيدين من هذه الثورة. شكرا دكتور. جزاك الله خير.